الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد على ما أوصلتنا إليه اليوم في عرفات هذا العام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم وألبسنا به الحلل، اللهم وأسكننا به الظلل، اللهم وادفع به عنا النقم، اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فهو في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصارنا ضياء، اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصارنا جلاء، ولقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم لا تجعلنا ممن زج القرآن في قفاه فقاده إلى الجحيم، واجعلنا ممن قاده القرآن إلى سعادة الدارين يا أرحم الراحمين. لمن نشتكي اليوم يا سيدي وأنت العليم القادر؟ لمن نشتكي ذنوبنا وأنت العليم القادر؟ لمن نشتكي ضعفنا وأنت المولى القاهر؟ أم بمن نستغيث وأنت للقلوب جابر؟ من نقصد اليوم يا سيدي وأنت المقصود؟ ومن نسأل وأنت الرب المعبود؟ وإلى من نرفع أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود؟ إلى من نشتكي ضعفنا وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ يا رب من نقصد اليوم وأنت المقصود؟ ومن نسأل اليوم وأنت ربنا المعبود؟ وإلى من نرفع أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم إنك أعز من أن ترد هؤلاء محرومين، اللهم إنك أكرم من أن تردنا خائبين. اللهم إنا قد سعينا إلى رحابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك. إن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا؟ وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤينا؟ إن أبعدتنا فمن ذا الذي يخربنا؟ وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤينا؟ اللهم لا تغيب شمس عرفة إلا بجميع ذنوبنا، اللهم لا تغيب شمس عرفة إلا بجميع ذنوبنا. اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، واستر العيوب، وفرج الكروب. اللهم اغفر ذنبنا، وفرج كربنا، واكشف همنا، واستر عيبنا، وفك أسرنا، وفرج كربنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا،
اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من عفوك يائسين. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أنزل عليهم اليوم كل شفاء، واطرد عن أبدانهم الساعة كل داء. اللهم جدد آمالهم، اللهم أذهب آلامهم، اللهم جدد آمالهم، اللهم أذهب آلامهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم يا سيدي من مراتع الجود إلى جنات الخلود برحمتك يا غفور يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد المسجد الأقصى إلى الأمة ردا جميلا، اللهم رد الأقصى إلى الأمة ردا جميلا، اللهم رد الأقصى إلى الأمة ردا جميلة. اللهم ارزق الأمة الصلاح لتكون من جديد أهلا لصلاح، اللهم ارزق الأمة الصلاح لتكون من جديد أهلا لصلاح. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لكل من حملنا أمانة الدعاء إليه أن تكتب له حجة لبيتك الحرام، ووقوفا على عرفات يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تقضي لكل واحد سؤله، وأن تحقق لكل حاج حاجته. اللهم إنك أكرم وأعظم وأجل من أن تردنا خائبين. اللهم لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا اليوم عن بابك، إلا وقد أعطيتنا ما سألناه. اللهم أعطنا على قدر أملنا، اللهم أعطنا على قدر ظننا، اللهم أعطنا على قدر رجائنا، اللهم أعطنا على قدر رجائنا. عظم فيك يا سيدي أملنا، عظم فيك يا سيدي أملنا،
وساء والله عملنا، فعاملنا يا رب بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا وحقق سؤلنا، ولا تردنا إلا وقد أعطيتنا كل ما سألناه. اللهم لا تجعل هذه الزيارة آخر العهد بعرفات، اللهم لا تجعلها آخر العهد بعرفات، اللهم لا تجعلها آخر العهد بعرفات. اللهم ارزق من حرم من الذرية الذرية الصالحة، اللهم ارزق من حرم من الذرية الذرية الصالحة، ومن لم تقدر له فأنزل عليه السكينة والرضا. اللهم إني أسألك الآن أن تذيقنا برض عفوك. اللهم أذقنا الآن برض عفوك، اللهم أذقنا الآن حلاوة مغفرتك، اللهم ارزقنا الآن حلاوة مغفرتك، اللهم ارزقنا الآن حلاوة مغفرتك. اللهم املأ قلوبنا الآن بعلامات القبول، اللهم املأ قلوبنا الآن بعلامات القبول، اللهم املأ قلوبنا الآن بعلامات القبول. اللهم اكتب لنا الحج أعواما عديدة، اللهم اكتب لنا الحج أعواما عديدة، واجعلنا من أطول الأمة أعمارا ومن أحسنها أعمالا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك قد أمرتنا أن ندعوك، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، فاللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل واحد له حاجة مع ربه، كل واحد له حاجة مع ربه، كل واحد له مسألة خاصة، كل واحد يخذ جنب لوحده وينكس رأسه بين يدي الله ويسأل ربه سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. لبيك الله، لبيك الله.